احنا دايما مع حضراتكم مع الاهلي متعودين او تعودنا ان احنا نمشي مرحله مرحله، كل ما نفوز يقولوا لنا اقفلوا الصفحه، والله تعبنا بس خلاص هنقفل الصفحه وهنتكلم عن ماتش الاياب باذن الله. وسو فار زي ما كنت بقول جيد جدا ونتيجه رائعه غير مسبوقه، وماتش كان قوي، بس اكيد عندنا كمان لسه مشوار طويل جدا قبل ما نقول خلاص الصفحه اكتملت. خلينا نرحب على كل حال بضيفنا الناقد الرياضي كريم فاضل اللي منورنا في الفقره الاخيره النهارده. بونجور كريم، صباح الخير، صباح الهنا، صباح الانتصارات، صباح أيوة السوبر، صح كده، صباح الفل عليك ومنور الدنيا كلها. قبل ما نهاوند تقفل الصفحه وتتكلم عن ماتش الاياب، معلش نتكلم سريعا حتى رؤيتك بس لماتش الذهاب، لانه كان ماتش استثنائي على اصعده عده الحقيقه، فانت قراءتك للماتش ده كانت عامله ازاي؟ كيف رايت هذه المباراه؟ في البدايه نتيجه عظيمه جدا انك تحقق الفوز على الترجي في ملعبه بنتيجه 3-0، دي نتيجه كبيرة جدا. البعض من جمهور النادي الاهلي كان يامل ان النتيجة تكون اكتر، احنا بطبعنا اكتر، ده حلو كده، يعني طمعين، بس طمعين في الخير يعني. ولكن الحمد لله طبعا نتيجة كويسة جدا. يعني الاهلي قطع خطوة كبيرة جدا نحو الفاينل، ان شاء الله ان شاء الله يحققوا. عايز بس اقول حاجة قبل برضو ما نقفل الصفحة. كان في كلام بيتقال، نوع من السخريه احيانا، نوع من التريقه احيانا، ان لولا ركله جزاء اطهر الطاهر ما كانش النادي الاهلي تاهل والكلام ده. طيب ما لولا ان محمد هاني اضاع ركله قدام صن داونز ما كان الاهلي تاهل مثلا، وكان تاهل اول، يعني لان لو حضراتكم رجعتوا للترتيب المجموعه هتلاقوا ان الفارق كان 3 نقاط لصالح صن داونز، يعني 13 نقطه والاهلي 10. طيب لو الاهلي كان فاز كان الاهلي هو اللي هيتفوق بنقطه على صن داونز ويتاهل اول، وكنا هنلعب الفاينل الاياب في القاهره. ايوه يعني ده بس رد، يعني ايه حبيت ارد، ورد لطيف جدا ومهذب وواقعي. صح، دي حقيقه، يعني انت بتقول هم ضيعوا ضربه جزاء او اطهر ضيع ضربه جزاء، طب محمد هاني ضيع ضربه جزاء وقدام صن داونز نفس الفريق برضه. بس هي ليه في ناس بتبقى قاعده للسقطه واللقطه، يعني سايبه الحدث نفسه وتمسك في اي ديل؟ ما لقوش في الورد عيب، يعني لازم فكره ان انا هعكنن عليك، انت ازاي بتفرح، انت ازاي جامد كده، انت ازاي بتكسب اي حد، فلازم اخلق لك حظ، تحكيم، مؤامرات كونيه، اي حاجه بتحصل في اي حاجه، المهم ان انا اطلع اقول ده. وعلى فكره يعني على مدار التاريخ ده بيحصل، الاهلي يبقى عنده اسطوره زي محمود الخطيب احسن او احرف لاعب في مصر، لا ده كذا احرف منه، وكذا ده مش شرط يكون من النادي كذا، لا يبقى من حاجه تانية. ايه ده محمود الخطيب ما ينفعش يبقى هو احسن لاعب في تاريخ مصر، اي حد تاني، فكره ان انا ضايقك وخلاص. بس كانت وتيره الحاجات دي اقل بكتير بالمقارنه دلوقتي، وبالذات لان كان زمان مفيش مبدئيا كده السوشيال ميديا اللي هي خاربه الدنيا على كل المستويات. اولا عشان السوشيال ميديا، ثانيا عشان قالت العقليات ساعتها فعلا كانت بتقيم الامور بنصابها الصحيح، بتحطها في الوضع الصحيح، وكان المنطق حاضر بالظبط. اذا سالت اكبر نجوم الزمالك والاسماعيلي والمقاولين والمصري والاتحاد وكل فرق مصر مين افضل لاعب في تاريخ مصر، هيقولوا لك كابتن محمود الخطيب، هم اللي هيقولوا النجوم الكبيره وليس الجمهور فقط. انما الجمهور الصغير ده لا، ده سين من اللعيبه احسن، ده صاد بيعمل اسيست اكتر من كابتن كذا في النادي الاهلي. يا حبيبي انت بتحسبها ازاي؟ احسبها بعدد مباريات، احسبها بنتيجه فعليه داخل الملعب، مش شرط ان انا اكون انا اخر واحد عمل تمريره انا صاحب الاسيست، لا، هي النادي الاهلي نادي جماعي، بيعمل منظومه جماعيه، منظومه اللعب قايمه على الفريق مش قايمه على النجم الاوحد. كريم يعني اختصر لك القصه اللي احنا فيها دي بقالنا فتره، لما تلاقي حد بيفرح لخسارتك اكتر ما بيفرح لمكسبه، تاكد ان انت عامل له ازمه كبيره بالظبط، فما تركزش، مش قادر نتكلم في العموم، باي ذا واي في العموم على المستوى الشخصي حتى، فما تركز يعني يصعب عليك. خلينا نخش بقى في الاياب، لان ايه مباراة البعض كريم وانت تقول لي رايك بيتوقع ان هي اسهل بكتير، احنا عدينا ده، الاهلي عدى المرحلة الصعبة على ارض المنافس وكان هيبقى وسط جماهير المنافس ولسه ما شافش اللعب ازاي، فبالعكس بيقول لك اللي جاي ده سهل جدا، هل بتتفق ولا الموضوع بالعكس ده اصعب؟ لا طبعا هي مش مسألة اصعب، ولكن اللاعبين والجهاز الفني لو وصل لهم الاحساس ده ان المباراة خلاص تم حسمها، الاهلي ممكن يتعرض
لامور مش غير متوقعه بالظبط. لا لازم يدخلوا بجديه، لازم نسجل كمان في اول ربع ساعه، يعني يا سلام لو حصل ده زي ما بيحصل مع الاهلي بالظبط. الاهلي فعلا يا استاذ كريم لو حصل وشاء ربنا ان احنا سجلنا هدف مبكر هيبقى الجيم مفتوح بشكل كبير جدا. خلاص الترجي هيحاول ان هو يلعب بقى لعب في مهارات اكتر، في وبالرغم من فوز النادي الاهلي، لكن الترجي فريق محترم ولابد ان يحترموا النادي الاهلي طبعًا. وعنده لاعبين مميزين جدا جدا جدا، يعني الناس صحيح الغيابات اثرت، ولكن انا مش ذنبي ان اللاعب ده يغيب، ده بالعكس انا لما استغل غياب المنافس عن مستواه ابقى انا فريق كويس. يعني هو مثلا مانشستر سيتي ولا برشلونه ولا ريال مدريد ولا اي حد من الفرق الكبيره، اما بيلعب فريق اقل منه في المستوى يقول لك لا اصل الفريق ده لا انا بلعب بقوتي انا باسمي انا بتاريخي انا. اوكي. طيب دلوقتي احنا قرينا او شفنا المشهد في الذهاب، وهنا كان في غيابات وهنا كان في غيابات، ماتش كان قوي ما حسيتش بغيابات الاهلي تماما. عندك مدير فني فعلا بيعرف يستغل وجود كل لاعب موجود. احنا مش قلقانين ابدا من اي غيابات سواء فنيا او اصابات ان شاء الله كمان في ماتش الاياب، لكن رؤيتك انا ما بنقولش ابدا توقعات على قد ما نقول رؤيتك الفنيه للمباراه هتبقى ازاي، حتى لو احنا بنتكلم ان الاهلي المفروض ان هو في الدقايق الاولى يحسب المباراه. هل على الصعيد الثاني برده انت هتلاقي الترجي اللي هو جاي مستقتل، انا يعني مش همشي غير لما احقق اللي انا عايزه طبعا، وده مشروع بالمناسبه، لكن برضو ده ازاي يتم بعد ما فكره نبيل معلول، كابتن نبيل معلول كمان قدم استقالته، هيبقى في تذبذب في الاداره، ده هيؤثر على نفسيه اللعيبه، كل دي عوامل قد تؤثر بشكل كبير جدا على اختلاف مباراه الذهاب مع الاياب. طيب خلينا نقول ان دايما اي فريق في العالم لما بيحصل تغيير في الاداره الفنيه اللاعبين بتحاول تقدم افضل ما لديها عشان خاطر تثبت نفسها للمدير الفني الجديد، فلازم نحط دي برضو يعني في وضع الاعتبار. بس مش بنسبه كبيره يا كريم، عارف ليه؟ لان نفسيا بيبقى التضرر هي ممكن تكون. انا مش مختلف معاك يا كابتن، الفريق لازم يبقى له دور برضو في الظرف الاستثنائي بالظبط. والاهلي ما شاء الله يعني عنده كباتن على قدر المسؤوليه، بدايه من محمد الشناوي مرورا بما ايمن اشرف، حتى ان كان مش بيشارك رامي ربيعه، وحتى وان كان مش بيشارك علي معلول، ده قائد داخل الملعب عمرو السولية. الاهلي عنده لاعبين عندها خبرات كتيره جدا تقدر تحتوي المجموعه اللي معاها، ولكن اتمنى ان مستر كولر يدي فرصه لبعض اللاعبين. يعني انا ممكن اريح لاعب زي علي معلول في ماتش زي ده، ما فيش، انا شايف انها ما فيهاش مشكله كبيره، لان معلول مجهد بيشارك بشكل مستمر، واحد من العناصر الاساسيه هنحتاجه بشكل كبير جدا في 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 الفاينل باذن الله. ممكن ادي فرصه لحد تاني، يعني انا ده اللي بشكل شخصي اتمناه. طريقه اللعب يفضل محافظ عليها ما تتغيرش، طريقه اثبتت نجاحها بشكل كبير في النادي الاهلي اللي هي 4-3-3، وهو لعبها طبعا يعني كانت اربعه اقرب الى 4-5-1 قدام الترجي، وكان بيضغط بثلاثي الامامي بشكل كبير، وبعد كده بيعمل الدفاع الكومباكت العادي بتاعه. ومبسوط جدا وقلتها مع حضرتك في حلقه هنا ان مستر كولر غير من فلسفته ومن فكره من بعد الهزيمه امام صن داونز. الاهلي من بعدها ما استقبلش غير هدف وحيد فقط، وكان في نهائي كاس مصر امام بيراميدز. في كل المباريات بنحقق نتائج جيده جدا واداء على الصعيد الفني مميز جدا جدا جدا. على ذكر صن داونز، يعني باذن الرحمن يكون الاهلي طرف اساسي في المباراه النهائيه باذن الرحمن. طب في ضوء اللي حاصل في الفتره الاخيره، هل تقدر تحسم بما لا يدع مجال للشك ان الطرف الثاني هيكون صن داونز؟ لا طبعا ما حدش يعني بعد اللي حصل مع الرجاء كمان والتعادل، النتيجه 0-0 نتيجه خادعه. يعني الوداد لو قدر انه يسجل هدف هيربك حسابات صن داونز بشكل كبير. صن داونز فريق كبير جدا وقوي جدا، ولكن الوداد مش قليل، الوداد عنده برضه عناصر تقدر تقاوم دفاعيا وتتعب صن داونز هجوميا. هو طبعا غياب جونيور سامبو هيبقى مؤثر، ولكن انا شايف ان الوداد فريق مش سهل، والنتيجه 0-0 عمر ما كان الوداد فريق سهل بالظبط. يعني 0-0 دي صعبه، ان صن داونز ما سجلش بره ملعبه دي هتدي بصيص من الامل لفريق الوداد. ولكن خلينا برضو نرد على الناس اللي هي متخوفه من فكره ان الاهلي لاعب صن داونز، لا انا شايف ان صن داونز هو اللي يخاف من النادي الاهلي، مش احنا اللي نخاف منه. طيب ما ردتش عليا في قصه كابتن نبيل معلول. كابتن نبيل معلول رحيله كان حتمي
الخروج او شبه الخروج من دوري ابطال افريقيا، خساره الدوري والخساره امام الغريم التقليدي الافريقي في الديربي بتاعهم، ما خسرش من 5 سنوات، خساره قبلها من الصفاقسي بقياده كابتن حسام البدري، ابتعاد بشكل كبير عن لقب الدوري، فبالتالي حصلت هزه كبيره جدا جدا، ناهيك ان في لاعبين مستواهم تراجع. يعني في ماشي يعني كريم، ده احنا شفناها مع تين هيج وشفناها مع يورجن كلوب، وشفنا مواسم النوادي بتاعتهم بتبقى غير جيده وبيقعدوا على جايزه وعلى بطوله 4-5 سنين. ليه تيرن اوفر عندنا احنا في افريقيا عالي كده؟ المينتاليتي العقلية. يعني ايه اللي محتاج يتغير فيها؟ زي ما الاستاذه حسام بتقول، اللي هي الفكره ان انا اديله فرصه. انا عارف ان المدير الفني ده خامة كويسه جدا وياما حقق لي نجاحات وياما قدر ان هو يكسب لي بطولات. مش مع اول دروب بيحصل له اقضي عليه او اقول له شكرا، بديله فرصه. طب انا بشوف الظروف، هل هو انا وفرت له الحاجات اللي هو طلبها وما نجحش، ولا في ظروف اجبرته على ده؟ يعني برضو خلينا نلتمس العذر ان افضل عناصر عنده بتصاب، زائد ان لاعبين الشباب اللي عنده اللي بدات تتالق وهو اللي اكتشفهم وهو اللي طلعهم سافروا مع منتخب تونس، بتمنى لهم طبعا هو منتخب العراق التوفيق في كاس العالم للشباب. طيب الظروف دي لو حطينا الاهلي والزمالك والانديه الكبيره داخل مصر فيها، يعني خلينا في النادي الاهلي، احنا طول عمرنا عارفين هو ما بتعملش بالقطعه طبعا، فده سر من اسرار نجاحه بعكس فرق ثانيه اول ما يخسر مباراه شكرا. يا ده احنا عندنا بالذات الفتره الاخيره امثله كتير قوي بتاكد ان فعلا النادي الاهلي مش بيتعامل بالقطعه، على مدراء فنيين وعلى مستوى لعيبه. فيرسي تاب في وقت من الاوقات كان في ناس كتير بتقول لك ايه الصفقه دي، حاجات زي كده، واتفرجوا دلوقتي اللي عامله فيرسي تاب في الفتره الاخيره. فيعني وحتى مروان عطيه، يعني كان في اصوات بتخرج تقول لك وحسين الشحات على فكره جاب لاعب عادي، لاعب مش عارف ايه، مش سوبر ستار، لا ده ميجا ستار مش سوبر ستار. بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد هاني من اكتر اللاعبين اللي تم انتقادهم هو ياسر ابراهيم وحسين الشحات، الثلاثي ده بالتحديد. محمد هاني ده لو يعني لو كان جبل كان انهد، تحمل ما لا يتحمله لاعب اخر، وفي النهايه كلنا شايفين مستوى ما شاء الله، يعني دفاعيا وهجوميا تطور بشكل مرعب. صحيح. خلينا نتكلم برضو في بعض الحاجات اللي حاصله في النادي الاهلي و إيجابية جدا. يعني كنا من فترة، هقول لك مش من فترة، من أيام مانويل خوسيه كان عندنا الطبيب النفسي على سبيل المثال، يعني من الحاجات الجيدة. وقتها كان يمكن دكتور محمد فكري قعد فترة مع النادي الأهلي وما بقاش موجود، وكنا دايما بنقول بنتساءل في مصر ليه الأندية عندنا في مصر حتى الكبرى ما بتجربش تاني فكرة الطبيب النفسي، اللي هو في الأول في الآخر مش طبيب عقلي، يعني هو طبيب نفسي. لاعب بعد عن الملاعب 6 شهور بسبب إصابة، حصل إن احنا مثلا ما كسبناش بطولة 2، كل ده بيؤثر بشكل كبير على اللعيبة ونفسيتها. ففكرة أأهل اللاعب، أخليه يستعد، بإن احنا بنخش من بطوله لبطوله لبطوله، من بلد لبلد لبلد، فكل ده محتاج تاهيل نفسي. فكره ان انت دلوقتي كمان عندك دكتور ابو الوفا وانضمامه تقريبا من شهر ونص هذا الاخصائي النفسي مع النادي الاهلي، وهو امر يعني كان لابد ان هو يحصل، ودايما الاهلي سباق زي ما احنا بنقول، حاصل في اوروبا الكلام ده من سنوات طويله جدا، فبنعيد التجربه مره ثانيه اللي كانت ناجحه، فدي برده بتهيألي ساعدت بشكل كبير حتى وان كان شهر ونص اللي بنتكلم فيه. لا خليني احييكي فعلا على الطرح ده، وخليني احيي النادي الاهلي على اللي هو عمله ده. النقطه دي وضحت بشكل كبير جدا في هدوء وتركيز لاعبي النادي الاهلي داخل الملعب. النادي الاهلي ما شاء الله، يعني تاتش وود مش فاهم، يعني انا بلعب في وسط ملعب الرجاء بجمهور الرجاء العظيم بهتافاته العنيفه والشديده جدا، بلعب بمنتهى السلاسه والهدوء، بتناقل الكره بنقلها من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال وبخرج، ولا كاني في يعني اللعيبه صمت اذانها عن اي حاجه بتحصل. صحيح. ده فعلا تاثير الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي زائد الجهاز الفني اللي بيوفر لهم بيئه خصبه للهدوء والتركيز. الجمل اللي بتتحفظ دي ما بتجيش بسهوله كده، يعني انا في عز الضغط عليا بخرج بالكوره بعمل بيلد اب بتاعي، دي حاجه فعلا ما كناش بنشوفها في الكوره المصريه بالتحديد لسنوات طويله. احنا كنا بننهار بنرتبك مع اي ضغط، بالدليل مباراه السنغال الشهيره في تصفيات كاس العالم. احنا كله كان بيصرخ الحقونا يا جماعه، الجمهور بيشتمنا، الحقونا الجمهور ضغط علينا، الحقونا. ده يعني لو كان في طبيب نفسي وكان في تاهيل نفسي كان اللاعبين كانت هتلعب بهدوء اكتر، وكنت اتوقع ان احنا كنا نحقق نتيجه افضل. يعني هو طبعا يعني كل شيء مقدر،
ولكن فعلا فعلا الاخصائي النفسي دوره مؤثر جدا جدا صحيح. مع النادي الاهلي لعيبه الاهلي ما بقتش تنهار مع اي ضغط طبعا. وحتى لو حصل ايه انت بي 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 تيجي ضربه جزاء عليك عادي جدا مفيش مشكله محمد عبد المنعم بيقف قدامهم محمد الشناوي واقف في قمه تركيزه مفيش اي ادنى مشكله ان تحصل اي حاجه صح. طيب تعال بقى نروح شويه لدوري ابطال اوروبا وحتى لو هنرجع تاني نكمل كلامنا في نفس الاطار بس تعال بقى خصوصا ان احنا كمان وصلنا دلوقتي للمرحله الحلوه نصف نهائي دوري ابطال اوروبا وماتشات الذهاب والعوده بالمناسبه شفت ازاي ماتش مان سيتي وريال مدريد يعني الاغلبيه كانت بتتوقع ان فوز مانشستر سيتي على يعني على غير المتوقع رغم ان الريال طبعا هو الاكثر خبره يعني زعيم القاره الاوروبيه ولكن الكل تفاجأ ان الريال عادي جدا بيلعب مانشستر سيتي بمنتهى الاريحيه وكان هو الطرف الافضل والطرف الاخطر وانا اتوقع ان هو هيتاهل للفاينل على حساب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ده توقع ممكن يعني لسه في ماتش تاني في ما انا بتكلم على المباراه القادمه في في الاتحاد يعني الريال عنده خبرات شخصيه البطل زي ما بيقولوا في ناس برضو بيسخر منها لكن هي حقيقه يعني الفريق اللي عنده شخصيه بيقدر يعني يتفوق على على اي منافس بالذات في دوري الابطال الشخصيه بتتبلور يعني جدا دايما يعني جدا دوري ابطال اوروبا من 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 سنوات طويله عودنا على ده يعني عودنا ان الفريق الافضل هو اللي بيكسبه يعني المفاجآت بتبقى فيه قليله جدا 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 يعني تكاد تقترب من كاس العالم يعني كاس العالم على مدار تاريخه ما فيش منتخب عمل مفاجاه يعني يقول لك الحصان الاسود بس بيبقى اخره مثلا دور الثمانيه سيمي فاينل انما بطل لازم من المجموعه الكبيره برازيل ارجنتين المانيا طبعا. ايطاليا كده فرنسا طبعا مؤخرا اسبانيا دوري الابطال كذلك ريال مدريد فريق قوي جدا عنده نجوم وعناصر تقدر انها تسجل في 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 مرمى مانشستر سيتي وتقدر انها تتفوق مانشستر سيتي طبعا يعني هو على الورق ونظريا افضل واقوى ويمتلك الحظوظ الكبرى ولكن كل شيء في الكوره وارد ريال مدريد عنده فينيسيوس بيعمل حاجات مش طبيعيه في كره القدم مؤخرا رودريجو بدا يستعيد جزء كبير جدا من مستواه اسينسو امبارح سجل برضو وعمل ريكورد جديد ان هو اكتر لاعب اسباني سجل من بعد كاس العالم كريم بنزيما نجم كبير مودريتش نجم كبير فالفيردي نجم كبير كورتوا حارس يعني اسطوري لا ريال برضو يعني تقيل يعني كرويا تقيل جدا هيبقى ماتش عنيف يعني بيب جوارديولا اتوقع انه هيحاول يخلص بدري بدري عشان خاطر ما يحطش فرقته في وضع ضغط انشيلوتي بخبراته الكبيره جدا هيلعب بطريقته المعتاده اللي هي ما حدش فاهمها يعني احلى حاجه في انشيلوتي مش عارف بيلعب ايه هو بيلعب 4 4 2 ولا 4 3 3 ولا 4 1 4 1 هو بيهاجم واحده كامله وبيدافع واحده كامله يعني الفريق تلاقي توني كروس بيلعب في ال 18 هو مودريتش عادي وفي نفس اللحظه بيرجع يدافع ما عندوش ادنى مشكله يعني لو ريال مدريد قدر ان هو يحط هالاند في وضع رقابه صارم زي ما حصل في المباراه الاولى هيقل من خطورته جدا وهيحد من خطوره مانشستر سيتي هيبقى الدور الباقي على جريليش ودي بروينا يعني هتبقى جيم شطرنج ما بين انشيلوتي وبيب جوارديولا عايزه برضو اسالك عن انتر ميلان واي سي ميلان يعني هل كنت متوقع فوق يعني الهدفين لانتر ميلان اصلا ولا لا وبرضو الفرصه لاي سي ميلان لان الجماهير التفاعل بتاع السوشيال ميديا ان هي لا لسه يعني لسه في امل كبير واثقين ان ممكن الوضع يختلف مع الاياب بصي بعيدا بقى عن التحليل كمشجع محايد وكمحب إيه؟ للدوري الايطالي الدوري الايطالي بشكل عام كنت فرحان جدا يعني كنت مبسوط جدا ان فرقتين من ايطاليا يوصلوا سيمي فاينال وضمان فريق في النهائي المباراه كان فيها تركايه صغيره كده خلصت المباراه اللي هو اضغط من البدايه واستغل نرجع تاني للاهلي استغل غياب رافائيل لياو اللي هو نجم ميلان انتر عمل ايه؟ ضغط بشكل كبير جدا امن دفاعاته الطريقه بيلعب بيها من ايام كونتي اللي هي ثلاثه في الدفاع مستوى لاعب زي باستوني تطور بشكل مرعب دي ماركو مع باريلا مع الثنائي الخطير طبعا جيكو ولوتارو مارتينيز ضغط الميلان بشكل كبير جدا خلص الماتش في اول ربع ساعه 2-0 شكرا ارجع بقى ايه؟ ارجع لسكناتك ارجع للجيم الدفاعي الكاتاناتشو الايطالي المعروف. المباراه اللي جايه هيبقى فيها عوده لياو بس غياب اسماعيل بن ناصر. فهيفرق برضه مع ميلان في صلابه وقوه خطه الوسط. اللي يقدر يخلص بشكل مبكر هو اللي هيوصل الفاينل، يعني 2-0 برضه حظوظ انتر اقوى واتوقع ان هو يعني حط قدم ونصف في النهائي ولكن برضه هرجع واقول في كره القدم الاوروبيه
مفيش حاجه طبعا. بس هو هيدافع وهنا هيلعب على الهجوم، ممكن بقى يبتدي يركز على لو الانتر هيلعب دفاعي على الهجمات المرتده يعني ممكن. مفيش فريق في اوروبا بيلعب دفاع 100% وهجوم 100%. ما عندهمش الثقافه اللي عندنا بالظبط، يعني هو بيهاجموا ويدافعوا. سيبك انت، احنا جامدين قوي في الحته دي. انا فاكر في كاس عالم، فاكر دفاع بس. فاكر ماتش مصر وهولندا في كاس عالم؟ يا لا فاكر مصر وايرلندا. وايرلندا لا يعني قصدي يعني هولندا احنا كنا احنا ثبتنا كوكب بحاجه كانت غير مسبوقه يعني في ذلك الوقت. هي برضو كانت يعني في وقتها انت كنت بتوصل كاس عالم لاول مره من بعد 38 سوري 38 فانت ما كنتش مش عارف يعني انت بتلعب يعني حتى كابتن مجدي عبد الغني وكابتن ربيع ياسين وكابتن جمال حميد ونجوم المنتخب في الوقت ده وكابتن شوبير قال لك احنا كنا بنبص لعيبة هولندا ايه ده قوم عاد دول ولا ايه؟ اقامات طويله جدا رود شوليت وريكارد ايه ده احنا كنا شايفينهم بالظبط. حتى منتخب انجلترا كان مرعب يعني في الوقت ده، كان منتخب قوي جدا ووصل سيمي فاينل في البطوله دي، ومنتخب ايرلندا كان كله لاعبين محترفين داخل الدوري الانجليزي بالمسمى القديم طبعا قبل ما يكون بريمير ليج. فانت كنت شايفهم حاجه وما كانش عندك طبعا محترفين، كان اعتمادك كله على لاعبي الاهلي والزمالك فقط مع احمد الكاس وكابتن صابر عيد من غزل المحل، فكان الوضع مختلف جدا. لكن دلوقتي الوضع مختلف، انت دلوقتي عندك لاعبين محترفين بيلعبوا في اقوى انديه العالم، محمد صلاح طبعا واحد خلاص من الصفه ومن النخبه في العالم، عندك لعيبه النادي الاهلي كويس برضه افتكرتها. احنا لازم يا جماعه بره بقى ايه، بره لوجو وشعار قناه النادي الاهلي، احنا كلازم كمحللين وكمشجعين وكصحفيين مصريين احنا لازم نعمل شابوه للنادي الاهلي ان انت حاططنا في الصوره. شفت يعني بقى لسه كنا بنقول كده والله بره 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 التشجيع والانتباه وبره اي حاجه، انت النادي الاهلي فعلا يعني انت كمنتخبات بتخسر للاسف كل حاجه. انديه مصريه بتخسر. والله الواحد حزين انه يسمع كده بس اتصفقت. لا يعني حقيقة. دي حقيقه، انا مش بقول حاجه مجامله يعني. لا لا انت الفريق الوحيد كان بالارقام النادي الاهلي يعني انت وصلت فاينل. احنا الخامس على مستوى العالم طبعا يعني في اخر يعني تصنيف. انا مش بحب الـ النقطه دي، انا شايف ان لا مش ماليش دعوه بالعالم، انا ليا دعوه بالوضع الطبيعي اللي انا فيه. انا ممكن اكون اخرج اقول لك انا مش فارق معاك، انت مش فارق معاك ان انت سابق وبشوط كبير. لا فارق معايا بايرن ميونخ وبرشلونه فارق معايا ده بس انا اللي يفرق معايا بشكل ايجابي الوضع الطبيعي. ما انا ممكن اقول لك انا حققت 7 بطولات في موسم واحد، هو اصلا البطولات اللي انا بشارك فيها 5. طب انت جبت 7 بطولات من ايه؟ مش مشكله، المهم ان ايه انا نزلت بس على الموقع كذا كذا، موقع سيفون سبورت اي موقع وخلاص. انما الوضع الفعلي بيقول ان النادي الاهلي بيوصل فاينل افريقيا 4 سنين من اخر 5 مشاركات. النادي الاهلي لولا بعض الامور الخارجه عن اطار كره القدم كان قدر انه يحقق اللقب ده. مش يعني احنا مش بندور على ال 11، احنا كنا ممكن نكون بندور على ال 14 وال 15 دلوقتي. فده وضع طبيعي ان في ظل الظروف ونظره المواهب والمشاكل الاداريه والماليه اللي بتحصل داخل مصر يعني، ولكن النادي الاهلي واقف على رجله بينافس بشكل قوي جدا. احنا بنلعب ريال مدريد مستنيين الاهلي يكسب. بنلعب ريال مدريد هو اللي بيمثل مصر في محافل مختلفه بالظبط. يعني احنا لحد الدقيقه 90 يعني كنت بتكلم مع الاستاذ احمد عويس، انت مستني ممكن الاهلي يتعادل مع ريال مدريد ويسجل، مفيش مشكله. انت دلوقتي جمهورك بيستنى كاس العالم للانديه عشان احنا طموحنا اكبر من المركز الثالث، عايزين فاينل وعايزين بطل. طبعا مع تغيير نظام البطولة كمان هتلاقي فيه مشاركات من أندية أكبر في قارة أوروبا وقارة أمريكا الجنوبية. فلا إحنا بلاش إحنا إيش نقول للأهلي. لا إحنا الأهلي كبير القارة. صحيح معروفة كريم معروفة. طب تعالى بقى أخدك لحاجة بره الموضوع ده كله. بما إن إحنا مفيش مستجدات تتعلق بموضوع ميسي واحتمالية انتقاله للدوري السعودي من عدم. لا في احتماليه كبيره جدا وفي ضغط جامد جدا من الدوله السعوديه والاتحاد السعودي بوجود نجم كبير زي ليونيل ميسي داخل الدوري السعودي. اضافه عظيمه يعني طبعا. هنشوف مباراه ثنائيه ما بين ميسي ورونالدو تاني مليئ. يعني دي حاجه مليئ. عظيمه جدا يعني، وبصراحه يعني مليار بالملايين بقى بتاعت ميسي ورونالدو. مليار تحيه للتفكير ده، ان انا اعمل سبوت على الدوري على المنتج المحلي بتاعي، ان انا يبقى عندي في كل
انت حضرتك لو بتتابع الدوري السعودي في كل فريق نجوم، نجوم اللعبه، سواء من داخل بلدان عربيه زي تونس والجزائر والمغرب، وحتى من البرازيل، من البرازيل بالظبط، يعني برازيل، ارجنتين، رومانيا، يعني حتى دول كمان، يعني لو انت جيت في مصر تقول له انا هجيب لك لعيب من جيانا ولا من سورينياما، مين دول؟ يعني زي واحد كان قال لي يا رواندا فيها كره قدم. هو اكيد هيسمعنا دلوقتي يعني. لا، هناك بيشوف الانديه محتاجه ايه، محتاجه ايه بالفعل، وبيجروا وراها. الانديه وتاني اصل هي مش مشروع رياضي، هو مشروع دوله. بالظبط. فهو لما بصراحه ذكاء من الناس القائمه على النقطه دي في السعوديه، او الجهات القائمه على النقاط دي في السعوديه، ان انت بتعمل مشروع ماركتنج. انا ابني ست يعني سنين، السعوديه بقى سبوت لايت غير عادي. عنده 6 سنين واحنا ماشيين بيشوف التيشيرت بتاع النصر بيقول لي كريستيانو رونالدو لاعب النصر. لا اتفضل يعني خلاص، ما بيقولش لاعب مانشستر ولا ريال ولا لاعب النصر. كبيره ست يعني 6 سنين بيقول لي لاعب النصر، هو خلاص عارف ان هو هناك كده. فتخيل بقى ان يعني العالم كله يا ده ميسي وده رونالدو، مش ودي البدايه. ممكن تلاقي بقى نيمار، ممكن تلاقي محمد صلاح كمان 4 سنين، ممكن حاجات كتير هتحصل. خلال 4 سنين اقل، اقل شويه ممكن. يو نيفر نو فعلا اقل. انا متوقع ده يعني. انت شوفي هو على مستوى احمد حجازي ما ياهلوش انه يلعب في الدوري الايطالي ولا الدوري الاسباني ولا الدوري الانجليزي تاني، لا ياهله. ولكن هو مع الاتحاد عمل تاريخ كبير جدا، الجدار هناك بيعشقوه، بيحبوه بشكل غير طبيعي، هو لاعب كبير طبعا ويستحق ان هو يكون متواجد مع فريق بحجم الاتحاد واكبر من كده كمان. لاعبين تانيين في بوسكيتش مرشح ان هو، دي ماريا مرشح ان هو دي ماريا. يا سلام، لا ما سمعتش خبر دي ماريا. دي ماريا كمان، دي ماريا وبوسكيتش يعني ده الدوري السعودي هيحلو كمان وكمان. يعني موسم مش هيبقى موسم الرياض فقط، يعني هيبقى عام الرياض كامل. بص بقى يا كريم وكريم، خلينا نختم الوقت خلاص بيخلص، وفيه صوره كانت نالت اعجاب العديد من حضراتكم، كانت ليها شير وتراكنج عالي جدا. الصوره دي كانت قبل المباراه بالمناسبه، ده وقت التمرين يعني. شوف بقى العنصر الموجود ده، والاسيست اللي كان من ديانج، واللعب الاكثر من رائع، والهدفين اللي كانوا من بيرس تاول، وبرده التواضع او الروح الحلوه لكولر. مش كل المديرين الفنيين كده، مش كل الناس تتعامل معاك تقول لك لا انا لو اتعاملت بالبساطه دي ممكن تبقى تدي نتيجه عكس الناس ما تحترمنيش، بس الكلام ده مش مظبوط تماما. مارسيل كولر ليه كل الاحترام من قبل اللعيبه، بس بيحبوه على الصعيد التاني. ده ميكس صعب، قعدنا نتكلم فيه مع حضراتكم قبل كده عن الخلطه دي اللي هي كانت متوفره شويه مع مانويل خوسيه يمكن بشكل كبير. قلنا من بعد مانويل خوسيه هل في تجربه شبيهه؟ انا اعتقد مارسيل كولر جامع بين ده وده. هو مارسيل كولر يعني اذا جاز لي التعبير يعني هو تيد لاسو الكره المصريه الجديد في التعامل النفسي. ممكن. يعني اللي ممكن شاف المسلسل الشهير ده هيفهم قصدي كويس. هو بيتعامل مع اللاعبين بشكل رائع جدا، قريب منهم بشكل كبير. انت بعد الصوره دي ما هو اللي حصل ايه في الماتش؟ الجولين جابهم بيرسي تاو والاسيست بتاع يعني الهدف الثالث كان جايبه. لا، وفي حاجه كمان مهمه جدا عشان برضو كل واحد ياخد حقه. الهدف الثاني اللي سجله بيرسي تاو، الهدف الرائع يعني، ده شغل مارسيل كولر. كولر كان مدي تعليمات لبيرسي تاو اثناء المباراه ان هو ما يرجعش قوي، يعني ما يرجعش يدافع مع محمد هاني بشكل كبير في حاله ان حمدي فتحي بيسند معاه بجانب ياسر ابراهيم. بالتالي كان هو واخد وضع هجومي، لما الكوره ارسلت اليه من محمد هاني راح بيرسي تاو على محمد امين بن حميده وعمل العمل فيه. عمل العمل اللي عمله. يعني هو يعني شوت بقى، شوت انت عمال تهتني، شوت هو قال له شوت. انا اللحظات دي عدت وكانها زمن. ما هو ده شغل يعني مدير فني من وهدف وهدف اليو ديانج اللي هو قطع بيها وبعدين عمل الاسيست او البري اسيست لحسين الشحات، ده شغل فني، فلازم الراجل ده ياخد حقه، لان كان في كتير جدا من الجمهور بيقول ان هو يعني مش احسن حاجه، لكن لا، النتائج والاداء بيقول ان المدير الفني اللي غير في الجيم بحيث انه يسيطر. يعني في مباراه الوداد لما الاهلي سيطر على المباراه عمل تغييره بسيطه خالص، انه رجع حمدي فتحي مكان مروان عطيه، لان مروان اقوى في المان تو مان. هي فكره. بص كل مره بتبقى بتقول تتوقع كولر، مفيش توقع مع كولر. بالزبط. هو له الفكر بتاعه واللي بيترجم على الارض بنتائج. في برضه الصوره دي طبعا، ده دكتور احمد ابو الوفا اخصائي نفسي له شعره طويل، ودكتور ايهاب علي اخصائي التغذيه. طبعا
نورونا وانضموا حديثا للفريق يعني او الجهاز الفني مع النادي الاهلي. كل واحد فيهم ليه دور كبير جدا. فكره ان انت برضو بتشوف الافضل والمناسب وتجيب افضل الخامات الموجوده وتضمها للنادي الاهلي سواء على مستوى الاداره او حتى على مستوى الفريق، فاعتقد اضافه جيده جدا. وبرضو الشغل مترجم على الارض حتى لو كانت والشغل فتره قليله طبعا. ما تلحق شفنا له انعكاسات. صحيح ما بقيناش نشوف برضو، وان كانت الفتره قصيره بس فعلا ما بتشوفش لاعب تعب مش قادر يجري واقف، اداؤه اختلف الشوط الثاني بالرغم من كثر السفريات وتلاحم المباريات. بالظبط. لو حضراتكم ترجعوا كده بالذاكره فتره بسيطه خالص لمباراه سوبر اللي فرق مع النادي الاهلي في الشوط الثاني كان اللياقه البدنيه، لان اكتر من لاعب من بيراميدز وقع بدنيا كان خلاص اصابات عضليه، ولكن النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي حتى كان بيتمنى ان كل مباراه ما تبقاش 90 دقيقه تبقى 100 و120 عشان كده نتحسد بقى والله. خلاص بقى يا كريم الحاجات دي ما بنقولهاش في الميديا قوي يعني، نعدي عليها بسرعه. لا بس احنا سعداء طبعا بوجودك وسعداء بالنتيجه، وان شاء الله يبقى وشك حلو علينا ويبقى في كلام كمان مع الاهلي. انا اللي سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم، ويعني مفاجاه جميله ان انا اول مره كنت مع حضرتك لوحدك، ثاني مره مع استاذ كريم، ثالث مره مع استاذ بقى بعد لك برضه. يعني نورت الحلقه ونورت الدنيا. ربنا يخليك، انا مبسوط جدا بوجودك. نشوفك على خير باذن الله، واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. باذن الرحمن يتجدد اللقاء بكره وحلقه جديده و10 صفحات الاهلي. صباح الفل.